بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك ما معه، والله انه لمشهد من احلى المشاهد واجلها. ليس لك ما معه، ليس لك ما معه، فنقول صوتا عظيما. رايت النبي يبكي، راى النبي صلى الله عليه وسلم في منام، فكان حزينا بابيه وامي، فقال للرجل: قل لامتي، قل لامتي وقل لاتباعي، اليس لي حق عليهم ان يكفوني بافقهم؟ اليس لي حق عليهم ان يكفوني بافقهم؟ نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا أموالنا وأهلنا والناس أجمعين. ولو فتحت لنا الأبواب لفديناه بكل غال ولذيذ. يحذركم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل لأمتي في أبي أنت وأمي يا رسول الله، اسمع وقل لأولئك الذين يقولون لماذا تقاطعونهم، كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما أو تشربوا شرابا، كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما وشرابا صنعه أولئك الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأمروننا بعدم مقاطعتهم أيضا؟ الشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله، أشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله، فتبا لكم ولبطونكم. والله لا نذوقها أبدا ما حينا، والله لا نذوقها أبدا ما حينا حتى نلقى حبيبنا على الحوض، وسنرى من يرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، سنرى من الذي سيرد عن حوضه في ذلك اليوم. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين. ولو فتحت لنا الأبواب لفديناه بكل غال ولذيذ. ولقد اتصل علي أحد الثقات الذي أعرفه تمام المعرفة، اتصل علي باكيا شاكيا وقال: جاءني شيخ كبير أعرف صلاحه وتقواه ولا نزكي على الله أحدا، وأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وكان حزينا بأبيه وأمي، فقال للرجل: قل لأمتي وقل لأتباعي، أليس لي حق عليهم أن يكفوني بأنفسهم؟ أليس لي حق عليهم أن يكفوني بأنفسهم؟ أما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أما قال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار
ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فتأمل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القهار، والله إنها ساعة لا يخفى على الموقنين رحمتها ولا على المتقين شدتها. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا، زحزحنا عن النار، أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال أليس هذا بالحق؟
الحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا